سكواد بكل بساطة سبب خلاف دايلر ونيفو. في خلاف سبب حقه. السلام عليكم، معكم دايلر، مقطع جديد. يا ساتر مين هنا؟ عليكم الله. واصبر الله مسوي. أول شيء لا تسوي لايك. سوي لايك. إيه سوي لايك يا جماعة. الأيام اللي راحت ما قصرنا نشوف لايكات. أنا جيت يا جماعة عشان كذا لازم تسوي لايك. موسكو إيش عندك اليوم؟ ليش جاي؟ يا جماعة بقول لكم السالفة تمام. أنا مجهز 15 سؤال للعزيز، الناس بحثوا عنه بجوجل تمام. يعني يجيك واحد كذا طفل ما يدري شو السالفة يكتب حل عنها تمام، يطلع لك البحث كامل. فعزيز ما يدري عن 15 سؤال كاملة. فايف. فأنا اليوم يا جماعة أنا جدا متوتر. موسكو راح طبع الورقة هذه، والحين أنا راح أكتشف إيش الناس تبحث عني في جوجل. Shit. Here we go again. هل دايلر وش توقع الواحد بحث عنك في جوجل؟ هل دايلر قوي؟ لا ما توقع صراحة. هل دايلر متزوج؟ لا أنا مش متزوج، أنا خاطب، في فرق. هل دايلر يا جماعة إيش؟ هل دايلر باقي بالسجن؟ إيه نعم يا جماعة. الله يفرج. الله يكون في عونه. الله يكون في عونه. تعوله يا جماعة. يا جماعة في رابط في الديسكريبشن، نبغى يعيد معاه. لا داير باقي. والله صار جد في ناس كثير يحسبونك لحدين انت هناك مرسبا. ايه في تخيل، في ناس كل ما انزل مثلا تيك توك يكتبون اوف هذا متى طلع. ايه صدق يا جماعة. انا برا وقاعد انزل محتوى، ولازم ها شوف هذا، لازم تنشر هذا المقطع لانه صدق في ناس باقي تحسب انه داير في السجن. اذا تبغى مقاطع فعاليات تطقطق من الوالدين انشر المقطع. هل دايلر ترك اليوتيوب؟ هل دايلر ترك اليوتيوب؟ اي نعم يا جماعة. يا عفو الله. طبعا هذا المقطع اللي ما تجون يا جماعة، هذا المقطع اللي ينزل في الفيسبوك. تخيل في ناس يبحثون هل دايلر ترك اليوتيوب؟ والله جد، والله احس كذا في ناس اليوتيوب وين قاعد تسدون مقاطعي؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. هل دايلر اوف سؤال طويل شكله دس سبك. هل دايلر ممنوع من السعودية؟ يا عفو الله. ترى ما تدرون، انا دقيقة ما تدرون يا جماعة، انا جايبه هنا عشان يبرر على 15 سؤال. فانت قدامك الحين تقريبا برر. اي نعم يا جماعة، لما كان عمري. لا يا جماعة، انا اقدر اروح السعودية باي وقت. المشكلة هي ما عندي جواز. جوازي ما اقدر اقول وينه وهناك. هل دايلر مسلم؟ يا جماعة وش هالسؤال؟ يعني هل عشاني مغني يعني، ولا عشاني رابر، ولا يمكن عشان ألبس كذا اكسسوارات واكي؟ اي نعم يا جماعة مسلم. اللي بعده يلا هلا بالشباب. عادي حزمة، هذه بعد حزمة جديدة البندل. طيب جاهز. هل دايلر كان متوظف؟ والله العظيم انا ما ادري انك كنت متوظف ولا لا. صدق كنت متوظف؟ اي نعم يا جماعة، لما كان عمري ما اذكر كم، بس قبل اليوتيوب توظفت يا جماعة ببيتزا هات، كنت شغال كاشير. اي نعم. هل دايلر عنده مشاكل مع اليوتيوب؟ اي نعم يا جماعة، عندي مشاكل مع جميع اليوتيوبرز حتى موسكو. لو انه قريب من حي الخليج كان اصلا ما دخلت البيت، كان عندي مشاكل. لا ما عندي مشاكل مع اي احد فعليا، اي احد. ليش سرقت سكواد؟ بكل بساطه الشباب بطلوا يهتمون لليوتيوب، فهمتم؟ وانا ادور واحد شغوف، ادور واحد بطل، واحد قوي، واحد مغوار، واحد اسطوره، واحد جبار، واحد فتاك، واحد اتاك، واحد وان بيس. وانا تقصد لي صح؟ مين يقصد دايلر؟ مين يقصد دايلر؟ وين؟ ايه مين يقصد؟ انا وهذا اقصد كنت. لا لا عشان افهم السؤال، مين يقصد دايلر؟ في شيء انت نزلته في اليوتيوب تقول اوف مره صعب، فانت كنت تقصد فيه؟ ايش هذا السؤال ملحد كذا؟ خلينا نشوف. جرب. لا مو جرب حبيبي، انا الضيف. مين يقصد دايلر باغنية؟ مين تقصد؟ انا اسف ما كان المفروض اسوي اللي سويته، خسرتك بلحظة ثانية هدمت اللي بنيته. خليت 50 مليون واحد يبكي العالم الى يومك هذا الناس تسمعها والناقل. فعليا ما كنت اهب احد، كل كان تفكيري سندويش كيري. لا يا عفو الله. سبب ترك دايلر لاهله. يا جماعه لما كان صغير بديت اليوتيوب كنت اطلع فلوس، اهلي كانوا دائما يسرقون مني، كانوا يطقوني ويقولوا لي اشتغل، واقول لهم انا اصلا ما ابي. هم يقولوا اشتغل يا كلب طح، ويسبقوني كل يوم. يا جماعة أنا ما تركت أهلي وأمي جاية بعد يومين، يعني أنا بضرب والله. موس كبير تاع الرياض أمي تجي تسوي تبديل تكف حراسي. طيب يا جماعة الحين خلصنا العشر أسئلة، باقي آخر خمس أسئلة، وهذه آخر خمس أسئلة جدا مهمة، فيها مشاكل كثير وفيها تشويق. فأنت جاهز؟ يلا يا جماعة. دام موسك مشى بقول لكم كذا كلمة بيني وبينكم، ايش قاعد يصير؟ فعليا ايش قاعد يصير؟ اغلب الناس قاعد تناظر المقاطع مو مشترك، فاشترك ما بتخسر شيء، اشترك وحط لايك واكتب كومنت، اكتب اي شيء، كل مقاطعي مو بس هالمقطع، اي مقطع نزله في المستقبل اكتب وسوي. وهذا في موضوع بس ما ابغى اقول لكم قدام موسكو، يا جماعه من اليوم رايح
كل شهر راح اسوي سحب على جهاز، الشهر هذا راح اسوي سحب على بلاي ستيشن 5. موقع مني يا ساتر. كيف بلاي ستيشن 5 موقع مني؟ مين انت جاستن بيبر؟ لا انا طاقة. المهم يا جماعه، كل اللي عليك تسويه تشترك في القناه، تسوي لايك، تكون متفاعل، تسوي لايكات على المقاطع، تكتب كومنت تم وتحط الانستغرام حقك. يا جماعه راح اسحب على البلاي ستيشن بعد 30 يوم بالضبط من نزول هذا المقطع، فبالتوفيق. تسمعوا لا حد يقول حق موسكو، لانه فعليا بيسرق البلاي ستيشن قبل لا نبدا المشروع. هلا والله، هلا بالشباب. هلا هذه اخر 5 سنين حلو، وترى فيها مشاكل للليل. فعلا جاهز؟ يلا بسم الله. سلم عليك. هل دايلر قليل ادب؟ توقع كذا صح؟ هل انت متوقع؟ متوقع. متاكد؟ ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بين استعين. هل دايلر مليونير؟ شوف انا بعطيك اياها كصديق وكهذا. انا صراحه انا اللي كنت ابحث في جوجل، مو انت اللي كنت تدور. والله يا جماعه ليش كنت تدور؟ لا يعني انت مصلحتي؟ يعني انت تبغى تسرقني وتهرب؟ يعني انت عديم شخصيه؟ يعني انت فيك؟ كل شيء يعني صح. انت سنيك؟ لا يعني انت اسمعني كل شيء صح الا عديم شخصيه. انا شخصيتي حلوه بس ان بشوف ان انت مليونير والله ودي اعرف. طيب انت وش شايف؟ انا يا جماعه شفت اشياء تصير مره كثير. يا جماعه الحمد لله على النعمه والعافيه والاستقرار والسقف اللي فوق راسي، غير كذا ما يهم. هم كيف صرت مليونير وعمري 18 سنه؟ هل دايلر حزين؟ هل دايلر يدخن؟ هل دايلر ليه يا هل دايلر حزين؟ يا جماعه لا انا ما ادخن، انا اوصي شو يسوي اشرب بيت، وهذا بعد غلط وانا احاول انه ان شاء الله قريب. اما عني يا جماعه انا فيني رب ومستحيل اسوي ولا 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 شيء. بس يا جماعه ادعوا لي يا جماعه اني اوقف بيت. بس سبب خلاف دايلر ونيفو؟ في خلاف سبب حقه ما اقدر اقوله ان شاء الله، ما اقوله يعني، ما في شيء مهم خلاص يعني. يا جماعه الماضي ماضي. اي بالضبط. كان عندي خوي بالمدرسه اسمه فهد الماضي، تخيل. كذاب. والله ما ادري الحين وش صار عليه بالمدرسه. والله السالفه شكلها تقولها باليوتيوب. اوكي هذا سؤال مغطى بالكامل يعني. يعني كيف؟ هذا في عندنا ترى يا جماعه، هذا السؤال في عندنا. اول اغنيه لدايلر. اول اغنيه لدايلر رحت المقابل وشقيت الحال، هذه سويتها في سنه 2008 صامولي. يعني وش؟ صامولي. صامولي. العيال يبون صامولي. 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 هذه اول اغنية دي؟ اول اغنية صامولي. صامولي اول اغنية؟ ما في قبلها لا تست. في قبلها تست بس بالانجليزي. طيب يا جماعة الحين جينا لاخر سؤال، وهذا السؤال مرة مهم خليته وتعمدت. هم ايش يبون منك؟ من هم؟ هم الفطاير. الفطاير. فعشان كذا خليت اخر سؤال اللي هو 15 سؤال، وباقي اخر سؤال يلا نشوف هذا. خلينا نشوف. وش تتوقع السؤال اللي دائما الناس تبحثه وما له اي جواب؟ هل دايلر حرامي؟ صدق انا شاحن ما ادري وينه من يوم ما جيت هنا والله ما يا عمي انت كل ما تجي هنا دبي شيء ينقص بالبيت. هذه صح بس باقي الكلام ترى. اكيد عشان خويك. انت توقعتك هذا اخر توقع؟ اي اتوقع هل دايلر حرامي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل دايلر سعودي؟ والله العظيم في ناس يا جماعه يسالون دائما يعني هو اوكي صح والله وجهك لا 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 انا اقول يمكن هذا السؤال انسال لان انا متعدد الثقافات. أيوة. يعني انا اقدر فجاه اقلب اتكلم مصري. أيوة. فجاه اقلب اتكلم اماراتي، دائما اتكلم انجليزي، والناس هذا وين هذا وشو هذا مخلوق من وين. هذا دايلر سعودي؟ نعم يا جماعه انا سعودي ابا عن ام. صح يقولون كذا؟ لا يقولون ابا عن جد. ابا عن ام يا جماعه ابوي سعودي وجدي سعودي وجد جدي سعودي كلها سعوديه. وبس يا جماعه هذه كانت الاسئله. هذا مستواك يعني؟ هذا الاسئله اللي انبحثت عنك. ترى في اسئله قويه لكن ما اقدر احطها في المقطع. اي بروح اسجلها. اي على طول انا ما ودي صراحه اروح. انت بتدور بس انا يا جماعه هذا كان مقطع اليوم. رابط قناه موسكو ما راح يكون بالدسكربشن والله يا جماعه. المهم وبس هذا كان مقطع اليوم. اذا شو اسمه يا جماعه اذا ما اشتركت في القناه بيطلع لي كنس الشاي من تحت. قاعد زودت لخبطه مين جاء؟ هو نانس الشاي والله ذا معطل يا عمي.